السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا أبا الدحداح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا زوجتي يا الحبيبة. تفضل، بشائر تمر نخيلنا هذا العام. ما شاء الله، تمر هذا العام يبشر بمحصول وفير ولذيذ. الناس كلهم يعرفون أن تمر بستان أبي الدحداح هو أجمل تمر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم ينزلون السوق ويسألون عن تمرنا بالاسم يا أبا الدحداح. هذا من فضل الله علينا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. غدا بإذن الله نجمع المحصول فنخرج منه نصيب الفقراء، ثم نبيع المتبقي ونشتري من ثمنه نخلا جديدا ونوسع البستان. ندعو الله أن يبارك لنا في زراعتنا وتجارتنا. على مسافة بعيدة من بستان أبي الدحداح كان هناك بستان آخر صغير لشاب يتيم أراد أن يبني سوراً حول البستان. لماذا توقفت عن البناء؟ يا إلهي، هذه النخلة قطعت طريق السور الذي نبنيه، هيا نزلها. لا أملك إزالتها، فهي ليست لي. لمن إذن؟ لجاري صاحب البستان المجاور لي. اذهب إليه واعرض عليه الأمر. لما الصمت؟ وفيما تفكر؟ هذا الجار سبب لي مشاكل كثيرة في الماضي، وهو غير متعاون بالمرة. لا حل أمامك سوى أن تذهب إليه، وإلا سيتوقف بناء السور رغما عنك. وهل هذا يعقل؟ نخلة واحدة تمنع بناء سور كبير؟ نعم، وهل أستطيع أن أستكمل بناء السور وهي في منتصفه؟ ماذا تريد إذن؟ أرجو أن تتنازل لي عن هذه النخلة لأقطعها وأستكمل بناء السور. ويحك، أتنازل لك عن نخلة من نخلي؟ إنها نخلة صغيرة وغير مثمرة، ولكنها نخلتي ولن أتركها لك. حسناً، سأشتريها منك. ومن قال لك إني أريد أن أبيعها؟ أيها الرجل، ألم تسمع عن حسن الجوار؟ من حسن الجوار ألا تمس نخلتي بسوء. إن لك عشرات النخيل غيرها، ولكنها أعز نخلة عندي. لا حول ولا قوة إلا بالله، قل لي ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ عليك أن تستغني عن هذا السور الذي سيحرم جارك من نخلته العزيزة. هذا السور سيحميني من اللصوص. لا شأن لي بسورك ولا لصوصك. كنت أعلم أنك لن تتعاون معي، والله لأشكوك إلى رسول الله. استمع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شكوى الشاب اليتيم، فأرسل في طلب جاره ليتحقق من شكواه، وكان معه نفر من صحابته بينهم أبو الدحداح رضي الله عنه. ووقف الشاب والجار أمام رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الرجل، هل صحيح ما قاله جارك اليتيم؟ نعم، صحيح يا رسول الله. قال النبي: فهل تترك له نخلتك أو تبيعها له كي يستطيع بناء السور؟ قلت له: إنها عزيزة علي ولن أفرط فيها أبدا. سكت رسول الله لحظة، ثم فاجأ الجميع بأن قال للجار: أيها الرجل، بع النخلة لجارك اليتيم، ولك في المقابل نخلة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام. سبحان الله، إنه والله لأجر عظيم، بيعة مباركة حقا. سمع صحابة رسول الله هذا العرض المغري جدا، وفهموا أن من يملك نخلة في الجنة بهذا الحجم لن يدخل النار أبدا. أيها الرجل، إنك لم ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل فهمت ما قاله لك؟ نعم،
أبيع نخلتي مقابل نخلة في الجنة. يسير الراكب في ظلها 100 عام، ولكن نخلتي عزيزة علي. يا له من أحمق، كيف يرفض عرضا كهذا؟ إن رسول الله لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى، ولا بد أن الله قد أوحى له بأن هذا الرجل سيدخل الجنة مقابل نخلة واحدة في الدنيا. مثل هذا لا يفكر إلا في دنياه. قال النبي: أيها الرجل، أما زلت ترفض هذا العرض الرباني؟ والله يا رسول الله، إني أحب نخلتي ولا أستطيع الاستغناء عنها. يا رسول الله، إن اشتريت أنا تلك النخلة وتركتها للشاب اليتيم، فهل لي في المقابل نخلة في الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبا الدحداح، نخلة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام. أيها الرجل، هل سمعت عن بستاني في المدينة؟ نعم، ومن في المدينة كلها لا يسمع عن بستان أبي الدحداح. هل تعرف ما في هذا البستان؟ 600 نخلة، وقصر كبير، وبئر عذبة، وسور شاهق. هل أكلت من تمره قبل ذلك؟ نعم، ومن في المدينة كلها لم يأكل من تمر أبي الدحداح، إن التجار كلهم يتسابقون إلى شرائه من شدة جودته ولذة مذاقه. أيها الرجل، بعني نخلتك مقابل بستاني الكبير وقصره وبئره العذبة وحائطه الشاهق. أتسخر مني يا أبا الدحداح؟ لا والله، إني أريد هذه النخلة بأي ثمن. يا رسول الله، هل تشهد على هذه البيعة؟ شهد الرسول الكريم على البيعة، ووافق الجار على هذه الصفقة الرابحة، وباع نخلته الصغيرة غير المثمرة مقابل بستان أبي الدحداح بكل ما فيه. أيها الشاب، نعم، نخلة جارك أصبحت ملكي أنا، وإني أتركها لك الآن، خذها واستكمل بناء سورك. جزاك الله خيرا يا أبا الدحداح، لن أنسى صنيعك معي أبدا. يا رسول الله، لقد أعطيت النخلة للشاب اليتيم، فهل لي الآن نخلة في الجنة؟ سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لا يا أبا الدحداح. ماذا؟ فصدم أبو الدحداح من رد الرسول، ولكنه صلى الله عليه وسلم استكمل قائلا: ما معناه؟ لقد عرض الله نخلة مقابل نخلة في الجنة، وأنت زايدت على كرم الله ببستانك كله، ورد الله على كرمك وهو الكريم ذو الجود بأن جعل لك بساتين في الجنة أعجز عن عدها من كثرتها. يا الله يا الله يا كريم يا الله يا كريم. وأضاف النبي: كم من عذق رداح لأبي الدحداح. والعذق الرداح هو النخيل المثقلة من كثرة التمر عليها. يا الله.